مهما كان لدي من قصور في الأمنية الهجائية أو الحروف والأمنية الكتابة والقراية، أو لدينا مشاكل اقتصادية أو لدينا مشاكل أمنية، ولكن أثبت هذا الشعب أنه شعب عريق، شعب حضاري حقيقي، يعني عنده حس وطن حقيقي يستطيع فيه في أي لحظة أن يعلم ميزان القوى في هذه المنطقة. فكان اليوم الأمس وقبل الأمس خروج حقيقي للشعب حتى يقول اللي بيحب قبل اللي ما بيحبش هذا الوطن أن ما حدث في 30/6 هي ثورة إرادة الشعبية الحقيقية، وخرجنا لنمضي ونوثق خارطة المستقبل في أول خطوة لها، وهو إقرار دستور مصر وجمهورية مصر العربية لـ 2014. ومن هنا ندعم خارطة المستقبل الذي قادها الفريق أول عبد الفتاح السيسي. ماذا إذا لم يترشح الفريق أول سيسي؟ هقول لحضرتك، فبنطلب منه ولنا الحق أن نطلب من قائد هذه المسيرة أن يترشح حتى تستكمل المسيرة بنفس التوجه الوطني القومي الذي يحافظ على الإرادة الشعبية وسلامة القرار المصري. إن لم يترشح لابد أن يكون هناك رؤية وواقع حقيقي يستطيع أن يقنع به الملايين في عدم ترشحه. إن لم يكن لديه هذا هذه الحقائق التي تجعل منه ويستمر زعيما حقيقيا لهذه المرحلة، الشعب المصري شعب متفهم جدا إذا وجد أمامه مثل هذه الحقائق التي سوف تدعم خارطة المستقبل كذلك. هل تتوقع هيكون هي النقطة كلها عندما تتلاحم الإرادة الشعبية مع زعامة حقيقية غير مفتعلة، الجميع يشعر أنه وطني حقيقي وكريم حقيقي وله رؤية حقيقية وصاحب قرار حقيقي، إذن هنا يعني ما يصحش إلا الصحيح، وهذا جزء من الصحيح. جماعة الشيطان ورأيت أنا بأمانة وأرجو تتابع كتاباتي، أنا لا أريد أن أضيع الحاضر في نقد الماضي، بسبب لابد أن وإحنا في الحاضر النهاردة نتكلم عن تهديد مستحق الأهلية نتكلم عن كيفية ما هو مطلوب مننا في الرئاسة في انتخابات الرئاسة القادمة، ثم ما هو مطلوب مننا في انتخابات مجلس الشعب القادم. ومن هنا أطالب القوى السياسية كل بتوجهاته وأيديولوجياته أن نتوحد حتى لا ننقسم مرة أخرى وتظهر هذه الفئة بأي صورة من الصور. مشكلتنا إن إحنا بنبص على غيرنا وننتقد غيرنا ولا نفعل ما يجب أن يكون. توجه لكل القادة السياسيين وكل من يريد أن يعمل في هذا المجتمع أن نتوحد، مش نتوحد معناه نكون لون واحد، لا، إن من التوجه الوسط هو وسط، توجه اليمين هو يمين وتوجه اليسار يسار، فأجد مثلا ثلاث مجموعات بتعمل في هذا المجال، هنا ساعتها مصر بنكون على مستوى الإرادة الشعبية التي خرجت حتى تستقر هذه البلد. إن لم نتوحد القوى السياسية فعلامة استفهام كبيرة جدا.